مساء الخير. أنا أحلم، واسمحوا لي أني أقول أني أحلم، أحلم أن الحكومة تعلن من هم وراء فضيحة إلغاء مشروع المصفات الرابعة. أحلم أن الحكومة تعلن من هم المتسببين عن إلغاء شراء الطيارات أيام الشيخ ناصر المحمد. أحلم أن الحكومة تعلن من هم وراء تلاعب مولدات الكهرباء. أحلم أن الحكومة تعلن ليش المتهم الرئيس لضياع أموال في الناقلات لم يعاقب. أحلم من الحكومة تقول عن أسباب التلاعب بالتثامين في الستينات وفي السبعينات ومن هم المتهمين الرئيسيين. أحلم من الحكومة تعلن من استفاد من توزيع القسائم الزراعية واليواخير وقسائم الصناعية التي تحولت إلى منتزهات من المسؤولين والقياديين والنواب السابقين والحاليين. أحلم من الحكومة تحدد المستفيدين من غرامة الداو كيميكال ومن المسؤول عن إلغائها. أحلم من الحكومة تعلن من هو المتسبب الرئيسي وراء تسفير ياسر الخبيث. أحلم من الحكومة تعلن من هم المتسببين وراء انتشار المخدرات وتوزيع المخدرات في السجون. أحلم من الحكومة تعلن أسماء تجار الإقامات الكبار ومحاسبتهم. أحلم من الحكومة تعلن عن أسماء المسؤولين والنواب السابقين والقيادين وتجار العقار الذين عطلوا بناء المساكن للمواطنين وإنهاء قضية الإسكان. أحلم من الدولة تعلن عن أسماء الذين يؤزمون الساحة السياسية من أجل كراسيهم ومصالحهم. والظاهر راح أحلم وايد، لأنه لن يجرؤ أحد في الدولة أن يعلن عن أسماءهم لأنهم أكبر من القانون. لكن كل الشعب يعلم من هم ونعرفهم وتذكر أسماءهم في الديوانيات، لكن يعجز القانون عن محاسبتهم. أحلم أشوف مترو الأنفاق والمطار الجديد وبناء المدينة الرياضية وبناء المدينة الصناعية وبناء فيليتشا وبناء جيل من الشباب يحب انه يشتغل، ومع ذلك راح استمر اني احلم. تعرفون الفرق بين الحاضر والماضي شنو؟ في الماضي قبل النفط كان هناك رجال تبني دولة ربتهم امهات عظام، خلقوا جيل رجال يحفظ القرآن ويقدس العمل ويحب أرضه ويحب وطنه وولاء الكويت. لذلك يجب تربية جيل يعشق وطن يحب العمل، لأن الرجال هي من تبني الدول. لذلك عندما يتواجد رجال مثل الذين بنوا الأسوار الثلاثة وحموا الجهرة وحاربوا الأعداء في أراضيهم، ستعود الكويت درة الخليج. لذلك أحلامي لن تتحقق إلا بوجود رجال يحبون الكويت بإخلاص. أدعو الله أن يحفظ الكويت والله يصلح الحال إذا كان في الأصل في حال.